تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا المقام مقام إبراهيم بقدرة الله تعالى، يعني طبعت أقدام إبراهيم عليه السلام عليه وظل باقيا من زمن إبراهيم عليه السلام إلى وقتنا الحاضر. ويقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الكعبة فيها آيات بينات مقام إبراهيم، هذا من الآيات البينات يعني الدلائل الواضحات على قدرة الله سبحانه وتعالى مقام إبراهيم. وقالت ذكر الله تعالى مقام إبراهيم في سورة البقرة، قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيسمى ايه استقبال، يعني جعل المقام يعني بينك وبين الكعبة، يعني بعد الطواف سبعة أشواط يصلي ركعتين ويجعل مقام إبراهيم بينه وبين. كذلك قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء، فكان إبراهيم عليه السلام يدعو الله تعالى ليتقبل منه دعاء. وذكر الله تعالى عن المرأة الصالحة اللي هي امرأة عمران وهي أم مريم عليها السلام، وجاء في الآثار أن اسمها حنة بنت فاقوذة، حنة بنت فاقوذة اللي هي امرأة عمران. قال سبحانه وتعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني كانت حاملة ونذرت ما في بطنها محررا أي خالصا. هناك تفسير خالصا أي خالصا لله تعالى، وتفسير ثاني خالصا يعني مفرغا من كل شيء الا يعني خدمه المسجد الاقصى. فكانت ترجو ان يكون الذي في بطنها غلاما حتى يتفرغ للعباده في المسجد الاقصى وتفرغ لخدمه المسجد والاقامه فيه. فوضعتها انثى وهي مريم. فقال سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. مريم تقبلها الله سبحانه وتعالى قبول الحسن. هذا مثال لعمل صالح متقبل، هي دعت الله تعالى ان يتقبل منها نذرها ونذرت لله ما في بطنها واستجاب الله تعالى لها وتقبل سبحانه وتعالى منها. وكان نبينا عليه الصلاه والسلام ايضا يسال الله تعالى القبول في احاديث، منها ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. نعم، الحوبة الإثم، الحوبة الإثم، وكما تقول أنه كان حوبا كبيرا يعني إثم الحوب أو الحوبة اللي هو قال: واغسل حوبتي يعني اغسلني من الذنوب. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربي تقبل توبتي. فإذا التوبة هي عمل من الأعمال الصالحة التي يرجو المسلم من الله تعالى قبوله. فالتوبة المقبولة هي التي يعني تاب الله تعالى على صاحبها، والدعاء المقبول هو الذي استجاب الله سبحانه وتعالى له، العمل المقبول الذي يثيب الله تعالى صاحبه عليه ويرتب عليه ما جاء من الوعد الأخروي. فإن هذا الوعد يستحقه من استوفى شروط القبول. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. كذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فأخذ الكبش فأرجعه ثم ذبحه، يعني وهو يقول عليه الصلاة والسلام: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به عليه الصلاة والسلام.
فإذا النبي عليه الصلاة والسلام هو يضحي بأضحيته كان يقول إيه؟ يعني قبل أن يبدأ قبل أن يشرع يعني في الذبح يقول بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم إيه؟ يشرع في الذبح. ورد يعني في الحديث الأخرى يعني توضيح يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين وكده، فلما ضحى بالأول قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ولما ضحى بالثاني قال اللهم هذا عن إيه؟ عن أمة محمد، فضحى بكبش عن نفسه وآل بيته، والثاني ضحى به عن أمته أو قال عمن لم يضحي من أمة محمد. وجاء في جاء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لو علمت أن الله لو علمت أن الله جل أن الله سبحانه وتعالى يقبل مني ركعتين لاتكلت، لو علمت أن الله سبحانه يقبل مني ركعتين لاتكلت، إن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. قال لو أستطيع يعني أن أجزم أن الله تعالى قبل مني ركعتين لا يعني لاتكلت على هذا، يعني هذه ستكون علامة على أنه من المتقين، لكنه دائما إيه؟ في خوف ووجل ألا يكون الله سبحانه وتعالى قد يتقبل منه عمل. طيب الآية الكريمة اللي هي إنما يتقبل الله من المتقين هذه وردت في سياق قصة ابني آدم. قال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهنا ابني آدم كما ورد في الآثار أحدهما هو هابيل والآخر اسمه قابيل، فهابيل هو المؤمن وقابيل هو يعني الفاسق الذي قتل أخاه، فهابيل هو الابن المؤمن. فكما ورد في الآثار يعني أنه كان في شريعة آدم عليه السلام أنه في ذلك الوقت ما كان هناك بشر في الأرض غير آدم وأولاده، فكان يعني بحكم الضرورة أنه لا بد أن يحصل تزاوج بين الأولاد يعني حتى يعني يحصل ما قضاه الله تعالى وقدره من تناسل يعني بني آدم وتكاثرهم ووجود ذريته. فكان يحصل ان حواء كانت تلد في كل بطن توأمة، كل بطن تلد توأمة ذكرا وانثى، كل حمل تحمل به تلد ذكرا وانثى. وكان في شريعتهم ان انه لا يجوز ان يتزوج اخته التوأمة اللي هي معه، ممكن يتزوج بنتا اخرى من ليست توأمه، تكون اخته برضه لكن ولدت في بطن اخر غير البطن الذي ولد هو فيه. فاللي حصل ان ايه؟ ان هابيل كانت اللي هو المؤمن كانت اخته اللي هي توأمه لم تكن حسناء يعني لم تكن حسن يعني حسنة الخلقة او كده. واخت قابيل كانت يعني اجمل منها وحسناء الخلقة اللي هي اخت قابيل اللي هي التوأم. وكان المفروض ان ايه؟ حسب شريعتهم ان هابيل يتزوج اخت قابيل وقابيل يتزوج اخت هابيل، يعني هو ما عندوش اختيارات يختار للزواج، هي دي الموجودة يعني قابيل ما عندوش اللي يتزوج أخت هابيل وهابيل يتزوج أخت قابيل. فجاءه الشيطان وكده لقابيل وقال كيف تتزوج الأخت اللي هي الحسناء وكده ويتزوج الثانية ولا يريد الزواج بها وكذا، فقالوا إيه يقربون قربانا لله سبحانه وتعالى، وإذا كل واحد منهما يقرب قربانا والذي يتقبل الله قربانه هو اللي يتزوج البنت التي يعني يريدها، إذا تقبل الله قربان هابيل فتزوج بأخت قابيل يعني كما يعني يريد، وهو يريد أن يعمل يعني بما شرع الله وبما أمر الله به وكذا. في هذا الوقت كانت القرابين إن
الإنسان إذا قرب شيئا لله تعالى يضع الشيء اللي يتقرب به في مكان ويبتعد عنه، وإذا قبله الله تعالى تنزل نار من السماء فتحرقه، تنزل نار من السماء فتحرق هذا القربان، أو في يعني بعض الأحيان إنه يرفع، إن القربان الشيء هذا نفسه يرفع إلى السماء، فيكون هذه علامة على قبول القربان. والله سبحانه وكان هذا الأمر موجودا في أنبياء بني إسرائيل، حتى إن لما بعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فاليهود قالوا قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قالوا لن نؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، لازم نقبل القربان ويتركه وننتظر فيه نار من السماء تحرقه حتى إذا تقبل الله قربانه ونعلم أنه هو رسول، حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم، قال سبحانه وتعالى قل يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، يعني وبقرابين أكلتها النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فعلا أن لو جاءكم رسول بقربان تأكل النار ستتبعون وتؤمنون به، طيب جاءكم رسل من قبلي بقرابين وأكلتها النار وقتلتموهم وكذبتموهم، فإذا هي بس حجة يعني يتعلقون بها، يعني ولو أنه جاءهم لكفروا بها أيضا على الصلاة والسلام. فالمهم أن هابيل كان صاحب ماشية، كان صاحب ماشية اللي هو المؤمن هذا، كان صاحب ماشية عنده غنم، فلما أراد أن يتقرب بقربان ذهب إلى غنمه، فانتقى أسمن كبش فيها وأحسنها، أخذ يبحث فيها وانتقى أحسن كبش فيها وأسمن كبش وأخذه وقربه لله تعالى. والثاني اللي هو قابيل كان صاحب زرع، كان صاحب زرع وعنده زرع قمح، زرع قمح، فذهب إلى مزرعته أو حقله فنظر فيها فانتقى أردأ سنبلة فيه، يعني يفتش في سنابل القمح شاف أردأ سنبلة قمح في الحقل فأخذه، وبعدين وهو في الطريق وهو ماشي جعل ينظر فيها، كلما أعجبته حبة، كلما شاف حبة لسه فيها حبة صالحة ينزعها ويستخسر أن هو ينصبر، كل ما يفتش فيها كل ما يلاقي فيها حبة صالحة ينزعها، على ما وصل يعني المكان اللي هيقرر فيه القربان كان يعني كان ما أخذ منها كل شيء صالح يعني وبقي الشيء الرديء، فراح تقرب بهذه السنبلة. فأما فرفع قربان هابيل تقبله الله سبحانه وتعالى ولم يتقبل قربان قابيل، سنبلته بقيت كما هي، وقربان هابيل يعني هو الذي إما أحرقته النار أو إنه رفع إلى السماء أو كذا. وورد يعني في بعض الآثار إن قربان هابيل اللي هو الكبش اللي هو تقرب به رفع إلى السماء فظل يرعى في الجنة، ظل يرعى في الجنة لغاية لما حصل إن إبراهيم في قصة يعني لما أوحى الله إلى إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل قال وفديناه بذبح عظيم، فبعض المفسرين من السلف يقول الذبح العظيم هو الكبش اللي كان تقرب به هابيل ورفع إلى السماء فظل يعني يرعى في الجنة، وبعدين نزل به جبريل لما رد إسماعيل أن يذبح إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل ووضع السكين على أضجعه ووضع السكين على حقه وشرع في الذبح فجعله الله تعالى كالة لا تذبح، يعني هو خلاص امتثل لأمر الله ووضعه وأضجعه وأخذ السكين وجاء يذبح فصارت كالة في قدرة الله تعالى تروح وترجع ما تؤثر شيء. وبعدين جاءه جبريل على السماء بذبح عظيم هو الكبش اللي كان تقرب به هابيل وراح نزل به وهو ذبحه فداء لاسماعيل او كذا، الله تعالى اعلم يعني. القصد يعني دائما طريقه القران الكريم يعني في القصص القراني انه لا تذكر تفاصيلها يعني وانما يقتصر منها على موطن العبره. يعني نجد في القصه في القران ليس فيها ذكر نوع القربان ولا ذكر اسماء ابني ادم او ولا سبب تقريب القرابين ولا يعني التركيز على موطن العبره يعني
ان ابني ادم كل واحد منهم تقرب بشيء، وان الله تعالى قبل قربانا التقي من هنا. فهذا الموضع العظه والاعتبار في القصه، بقيه التفاصيل يعني من باب العلم بالشيء يعني، بس يعني ليست هي الموضوع الاساسي يعني. لان في القران التركيز على الغرض يعني الاساسي من سوق القصه، اللي هو الدرس التربوي الذي فيها، الذي يراد يعني ان ينتفع به. فالقصد هنا لما حصل هذا، تقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل واراد ان يقتله، لان الله تعالى تقبل قربانه ولم يتقبل. قال فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال لاقتلنك. كيف لماذا تقبل منك ولم يتقبل مني؟ قال لاقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. فهابيل قبله، يعني هو سبب رد قربانك انك لست ممن يتقي الله، فلهذا لم يتقبل قربانك. لو انك اتقيت الله لقبل قربانك. هنا امر مهم في تفسير هذه الايه الكريمه، اللي هو قوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين. هل المقصود من اتقى الله في هذا العمل المعين وان كان لم يتق الله في اعمال اخرى، ولا المقصود من المتقين يعني الذين اتقوا الله في جميع امورهم واعمالهم؟ هنا قولان للمفسرين. القول الأول يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الذين اتقوا الله في هذا العمل بغض النظر عن بقية أعمالهم. أن المسلم قد يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، قد يكون له ذنوب وله أعمال أخرى لم يتق الله فيها، بس جاء في عمل معين. الشخص مثلا مسرف على نفسه في الذنوب، مثلا قد يكون يشرب الخمر، قد يكون يفعل أشياء محرمة ومنكرة، بس جاء في عمل معين، مثلا تصدق بصدقة خالصة لله من مال الحلال يعني، وتصدق بها لله يعني بنية صالحة وقصد حسن يريد بها وجه الله، أو صلى لله مثلا صلاة أخلص فيها لله، أو عمل يعني أو شيء يعني عمله خالصا واستوفى شروط قبوله، فهل يتقبل يعني هذا العمل الخاص إذا كان قد أخلص فيه لله؟ فريق من المفسرين يقول نعم، يعني هو الايه انما يتقبل الله من المتقين، يعني العمل الذي اتقيت الله فيه يتقبله الله تعالى منك. وتقوى الله في العمل هو ان يكون خالصا صوابا، خالصا يعني يراد به وجه الله، وصوابا يعني موافقا لسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاذا كان العمل خالصا صوابا يعني يراد به وجه الله وموافقا للسنه موافقا لاحكام الشريعه، قبله الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن يعني بقيه اعماله. وحجه هؤلاء في الحقيقه لهم حجه قويه، يعني الذين قالوا بهذا المفسرين والائمه لهم حجه قويه، وهي انه جاءت احاديث في الصحيحين وغيرهما يعني في قصه امراه بغي من بغايا بني اسرائيل. امراه بغي من بغايا بني اسرائيل، وبغي يعني امراه زانيه والعياذ بالله، حتى يعني كلمه البغي يعني مرات تطلق على من تحترف يعني الزنا، مش مثلا يعني زلف مرة وزنت أو يعني، لأنها هي معروفة بهذا الأمر والعياذ بالله. فامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل مرت بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش في صحراء، ولا أحد يراها إلا الله سبحانه وتعالى، ما فيش هي والكلب وفي صحراء، ما في أحد من البشر يعني حولها حتى ترائيه بالعمل ولا تطلب مدحه، ولكن أحد مطلع عليها إلا الله. وهذه علامة الإخلاص في العمل، أنه يعني عمل في مكان يعني لا أحد يطلع عليه من الناس، ولا ذكره للناس بعد ذلك، لأن المراءة من احتياطات العمل يعني موانع قبول الرياء والتسميع. الرياء أنه يتعمد أن يعمله بمرأة من الناس حتى يروه ويمدحوه، يكون في نيته وقصده أنه يريد مدح الناس وثناءهم لهذا العمل الصالح. والتسميع أنه يعمل العمل قد يعمله سرا بينه وبين الله، بس ياتي ويسمع الناس، اللي يجي يقول لهم انا البارحه يعني مثلا هو قام الليل مثلا ما احد شافه الا الله سبحانه وتعالى وهو في بيته وكذا، بس يجي ثاني يوم يقول انا امس كنت اقوم الليل وصليت كذا وفعلته، ويظل يسمع الناس بما عمل حتى يمدحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من راى الله به، ومن سمع الله به. من راى الله به يعني يتعمد يعمل الاعمال الصالحه مراءاته، راى الله به يعني ارى الله الناس منه ما يكره ان يروا. ومن سمع الله به يعني اسمع الله تعالى الناس
منهما يكره أن يسمعوه عنه، يعني من جنس عمله، إما في الدنيا وإما في الآخرة، يعني إما في الدنيا يري الله الناس منهما يكره أن يروه ويسمع الناس منهما يكره أن يسمعه، أو في الآخرة يعني يعذبه أو يعاقبه عقوبة يعني يراها الناس ويسمعونها. القصد ان هذه المراه البغي من بغايا بني اسرائيل رات كلبا يلهث ياكل الثرى من العطش، فخلعت موقها فسقطت، فغفر الله لها، فغفر الله لها بذلك. بعد ذلك لما ماتت هذه المراه غفر الله تعالى لها ذنوبها بهذا العمل، اذا هذا العمل قبله الله منها، رغم انها ليست من المتقين بالمعنى العام، يعني امراه بغي ليست من المتقين، لكنها يعني اتقت الله في هذا العمل المعين، يعني سقت الكلب بنية خالصة ورحمته وأرادت بذلك وجه الله وأرادت الثواب بهذا العمل، فقبله الله منها. فلذلك رب عمل يعني قليل مقبول عند الله أبرك وأنفع من أعمال كثيرة يعني يعملها الإنسان ولا. كذلك أيضا في الحديث الآخر وهو حديث صحيح أيضا في قصة رجل يعني ممن كان قبلكم كان قد أسرف على نفسه في الذنوب، وكان رجلا تاجرا يداين الناس، كان رجلا تاجرا يداين الناس وكان قد أسرف على نفسه في الذنوب، إلا أنه كان يتجاوز عن المعسر وينظر المسر، لأنه يعني كان رجلا تاجرا كان له عمل صالح يعمله، يعني هو عندما يتعامل مع معسر يتجاوز عنه، واحد اشترى منه بضاعة وما دفعش ثمنها، إذا كان معسرا تجاوز عنه يعني لم يطالبه بالثمن، إذا كان موسرا أنظره يعني يعطيه مهلة يتأخر في السداد أو يتأخر وكذا فيجبره، يعني نفسه فيها سماحة يعني في التعامل مع الناس ويتجاوز عن المعسر وينزل المسر، لكن ما عدا ذلك هو مسرف على نفسه. فلما بعث هذا الرجل فقال الله تعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من حسنة، وهو أعلم سبحانه وتعالى، فقال تعالى انظروا هل لعبدي من حسنة، فالملائكة قالوا يا رب ليس له حسنة إلا أنه كان رجلا يعني يداين الناس وكان ينظر الموصلة ويتجاوز عنه. فقال الله تعالى نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه، قال تعالى نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه، الله تعالى عمله يعني سبحانه وتعالى من جنس عمله، هو كان يتجاوز عن المصريين، هو الآن يعني صار في هذا الموقف معسرا والله تعالى يتجاوز عنه بسبب ذلك. فهنا هذا العمل هو عمله بنية يعني خالصة وأراد به وجه الله، فاتقى الله في هذا العمل اللي هو تجاوز عن المعسر، اتقى الله في هذا العمل، لكنه ليس من المتقين بالمعنى العام للكلمه، يعني هو مسرف على نفسه في الذنوب في امور اخرى. فتقبل الله تعالى منه هذا العمل واثابه عليه وجعله سببا في مغفره ذنوبه. فالحقيقه ان كثير من ائمه التفسير يعني فسروا الايه انما يتقبل الله من المتقين، يعني الله تعالى يقبل من العبد ما اتقى الله فيه من الاعمال بغض النظر عن كونه قد اتقى في الاعمال الاخرى. وهناك رأي آخر يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يعني لابد أن يتقي الله في جميع أعماله حتى يتقبل الله تعالى منه. هذا يعني ممكن باب الترهيب يعني وكذا. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ. كما تكلمنا في الخطبة يعني عن أسباب القبول منها الإسلام، قول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، و يعني دائما أسباب القبول انتفاؤها هو مانع من موانع القبول، يعني الشيء إذا كان سببا إذا وجد السبب هو يعني ما يلزم من وجوده الوجود، يعني الشيء الذي إذا وجد أثره أو عم. والمانع هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني فهو دائما عدم السبب يكون مانع يعني من الإسلام من أسباب القبول، والشك يكون من موانع القبول، يعني
المانع اللي هو ما يلزم من وجوده العدم، يعني ما يلزم من وجوده اللي هو الشك يلزم من وجوده عدم حصول الايه القبول. فالشك يمنع القبول لقوله سبحانه لئن اشركت ليحبطن عملك. والاسلام يعني ممكن بعض العلماء يسمي شرطا من شروط قبول العمل، او يعني هو واحد من الاسباب التي يعني تحتاج الى اجتماع اسباب اخرى مع حصول القبول. كذلك الاخلاص لله سبحانه وتعالى من اسباب قبول العمل الصالح، ويقابله ايضا من عدم الاخلاص، وعدم الاخلاص منه الرياء ومنه السمعه ومنه اذا عمل العمل بنيه غير خالصة، هذا من موانع قبول العمل والرياء والتسمية. فالإخلاص من أسباب قبول العمل، وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. في حديث الثلاثة اللي هم كانوا في الغار، كل واحد منهم إيه ذكر عملا صالحا عمله، وقال اللهم إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فينفرج إيه جزء من الصقر. فهنا يلاحظ أنهم لما توسلوا إلى الله تعالى بهذه الأعمال كانت أعمالا قد أخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى، يقول اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك. واحد توسل ببر الوالدين، والثاني بعفته عن الزنا، والثالث بإعطاء الأجير حقه. فكل واحد منهم يذكر العمل الذي عمله ويقول اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فكان انفراج الصخرة كان هذا علامة على القبول، من علامات القبول أن الإنسان يعمل العمل الصالح ثم إذا توسل إلى الله به يعني ودعا الله به وقال اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ويسأل الله تعالى شيئا، فإذا استجيب دعاءه فتكون هذه علامة على أن هذا العمل فعلا كان عملا مقبولا، لأن الله تعالى يعني استجاب توسله به ودعاءه به. كذلك يعني من يعني من نضيفه هنا يعني من أسباب قبول العمل الصالح يعني تأدية الأعمال الصالحة المؤقتة في وقتها، وكذلك الترتيب في الأعمال الصالحة بتقديم الأهم يعني فالمهم، أن لا ينشغل يعني بأعمال مفضولة على حساب الفاضل، وأن يؤدي الأعمال المؤقتة في وقتها، فهذا من أسباب قبول العمل الصالح. جاء في هذا يعني في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعمر لما عهد إليه بالخلافة، أبو بكر رضي الله عنه في آخر حياته لما يعني قبيل وفاته عهد بالخلافة من بعده لعمر، وأوصى عمر رضي الله عنه بالوصايا، وكان من وصية أبي بكر لعمر قال اتق الله واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. قال إيه؟ اتق الله واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. فكان يوصيه أنه إيه؟ أن يعمل كل عمل في وقته، الأعمال المفروض يعملها في النهار لا يؤخرها إلى الليل، وأعمال الليل لا يؤخرها إلى النهار، وأن يؤدي كل عمل في وقته، لأن الله لا يقبل عمل الليل في النهار ولا عمل النهار في الليل، العمل الذي يعني يخرجه عن وقته إذا كان له وقت محدد وأخرجه عنه. وكان عمر، هل عمر رضي الله عنه يعني عمل بهذه الوصية؟ نعم، كان يعني جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إيه؟ كان يعني ربما نعس وهو بين أصحابه، ربما أغفى إغفاء أصابه النعاس من الإرهاق وقلة النوم، فقالوا له يا أمير المؤمنين يعني أنت يعني تتعب نفسك وكذا، لو ألا تنام تأخذ حظك من النوم حتى يعني، فقال كيف أنام إذا نمت
بالنهار إذا نمت بالنهار أضعت حق رعيتي أو أضعت رعيتي، قال إذا نمت بالنهار ضيعت رعيتي، وإذا نمت بالليل ضيعت نفسي، قال إذا نمت بالليل ضيعت نفسي، وإذا نمت بالنهار ضيعت رعيتي. فماذا طول الليل قائم يصلي لله تعالى، إنه لو نمت بالليل ضيعت نفسي وتركت الصلاة بالليل، فيقضي الليل يصلي، وفي النهار لو نام ضيع رعيته، فرضي الله عنه. فيقول له أبو بكر، يقول لعمر: وأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه. وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على المصحف. فهنا الحديث إيه؟ من أدرك رمضان وعليه شيء من رمضان، يعني من رمضان السابق لم يقضه لم يتقبل منه. إن عدم القبول بمعنى يعني عدم الإثابة، هذا يعني فيه إخلال بالصوم، ليس معناه أنه يترك صيام رمضان إذا كان عليه قضاء، ولكن هذا يعني يؤثر في الثواب، يعني وقد يسبب حرمان الثواب. طبعا كلها أحاديث الوعيد يعني هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، الإنسان يعمل العمل حتى لو كان يعني مقصرا، يعني لما يجي وعيد يعني قد إيه يتجاوز الله عن الإنسان ويسامح يعني ويقبل منه. بس القصد يعني انه يقال، لهذا يقول الفقهاء يعني انه من عليه قضاء يجب عليه ان يقضيه قبل حلول رمضان المقبل. اللي عليه صيام ايام افطرها من رمضان مثلا لعذر السفر او مرض، او المراه الحائض التي افطرت في رمضان بسبب ذلك او كده، فهذه الايام لابد ان هو يقضيها قبل دخول رمضان المقبل. فاذا دخل رمضان ولم يقضيها اثم بذلك، وربما كان سببا في الحرمان من ثواب صيام رمضان اللي بعده، لكن عليه ان يصومه حتى يرفع عنه اسم ترك الصيام، حتى يسقط القضاء، بس قد يقل بذلك ويصبح عليه كفاره، اللي هو اخر القضاء حتى دخل عليه رمضان المقبل، يصبح عليه ان يقضيه، برضه لا يسقط عن القضاء، يقضيه يعني عليه القضاء من سنه سابقه ودخل عليه رمضان ولم يقضيه، فيقضيه بعدها، ويكون عليه مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، كل يوم افترض كان عليه مثلا خمسة أيام، يطعم خمسة مساكين ويقضي خمسة أيام. وهل الكفارة تتكرر بتكرر السنوات؟ الشافعية يقولون نعم، كل سنة يأخرها يتكرر عليه الكفارة. يعني لو واحد عليه صيام أيام من رمضان أفطرها من 10 سنوات مثلا، مر على 10 سنوات ولسه ما قضاها، يعني عن كل يوم يطعم 10 مساكين، عن كل سنة تأخير عليه إطعام مسكين زائد قضاء الأيام. ومن أكثر الفقهاء يقولون لا تتعدى، لا تتكرر الكفارة بتكرر السنوات، يعني لو استدخل عليه السنة المقبلة فعليه كفارة مع واحدة يعني مع القضاء حتى لو تكررت السنة. طيب قوله: ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإن الله لا يتقبل منه حتى يصوم. هنا أيضا بعض الفقهاء يأخذ من هذا أنه مثلا لا يصوم 6 من شوال إذا عليه قضاء، لأنه من صام تطوعا وعليه شيء من رمضان لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم، فهذا الصيام التطوع لا يكون مقبولا حتى يقضي ما عليه أولا من الفريق. بس الفريق الآخر يقول لا حرج أنه الإنسان يصوم التطوع وهو لسه عليه قضاء، ولكن كأن ثواب التطوع هذا يكون معلقا إلى أن يقضي، يعني لا ينال ثواب النافلة إلا إذا بعد ما يقضي الفريضة، فيساب على الفريضة ويساب أيضا ثواب النافلة التي عملها، يعني يظل ثوابها معلقا حتى يقضي ما عليه ثم يسيبه الله سبحانه وتعالى. ليس المعنى انه لا يتنفل اذا عليه قضاء فريضه، لا يمكن انه يتنفل، بس سيظل ثواب هذه النافله معلقا لا يحصل عليه مع
معلقا بشرط يعني انه لا يحصل عليه حتى يقضي الفريق، فحينئذ يساب عليها ويساب على النوافل التي تمثلها قبل القضاء. ان شاء الله نكتفي يعني بهذا القدر حتى لا اطيل عليكم. ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. في سؤال لو شيء؟ يعني هل يجوز في بعض الحالات انه الانسان يسمع او يسمع فوق بعض يعني حالات الخير مثلا؟ نعم، بالنسبه كما بارك الله فيك، مساله ان الانسان يعمل الخير امام الناس او يسمع الناس بما عمل من خير، فكما تفضل يعني اخونا الكريم يعني السؤال ان الامر هنا متعلق بالنيه، يعني ليس كل من عمل خيرا في حضور الناس او اسمع الناس بخير عمله انه يعني اثم بهذا وانه يؤدي الى حرمان الثواب، وانما الامر متوقف على نيته وقصده يعني. فاذا كان بنيه صالحه انه اراد يعني بهذا ان يقتدي الاخرون به في الخير وان يعمل مثله في الخير، وهو يعني يعلم الله من قلبه انه يعني ما عمل هذا العمل الا لله ولا هو يعني يبتغي مدح الناس ولا كذا، وانما يريد يعني حث الاخرين على خير وتشجيعهم على خير او فيذكر لهم تجربته انه مثلا عمل هذا الشيء وكذا حتى يشجع الاخرين ان يعملوا مثله في الخير وكذا من نيه صالحه. فان شاء الله يعني هذا لا يضر يعني بقول الله سبحانه وتعالى: ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالانسان اذا ادى الصدقه فنعما هي، فهو قد يعمل يتصدق امام الناس يعني بنيه ان يتصدقوا مثله يعني وان يقتدوا به في الخير او يشجع الاخرين عليه. نفس الشيء انه قد يتصدق مثلا سرا ويذكر هذا للناس ليس بغرض يعني انه يريد المدح والثناء وانما بغرض تشجيع الاخرين وكذا، يعني النوايا علمها عند الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا كما قال الله يعني: وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. دائما اخفاء العمل افضل واحسن، لكن يعني قد يبدي العمل سواء بان يعمله بمحضر من الناس او يسمعهم به اذا لم يحضروه بنية صالحة وقصد حسن، ان شاء الله يكون يعني لا اثم عليه. كذلك برضه اذا ذكر هذا مثلا من باب الدفاع عن نفسه مثلا في موقف مثلا الناس اساءوا اليه او يعني ظنوا به سوءا او ذكروه فيذكر يعني دفاعا عن نفسه يقول انا عملت كذا وعملت كذا. ورد يعني مثل هذا عن بعض الصحابه رضي الله عنهم في موقف يعني ربما ذكر احدهم اشياء عملها ليس بقصد المدح ولا لكن بقصد يعني الدفاع عن نفسه مثلا في موقف يتهم فيه ظلما يعني زي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه لما الناس يعني مش حقيقة ناس وكان شخص واحد يعني هو رجل واحد من أهل الكوفة وكذا واتهمه أنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية وأنه كذا وحتى قال أنه لا يحسن يصلي قال لا يحسن يصلي مش عارف وراح اشتكاه إلى عمر رضي الله عنه كان هو هذا الرجل مصدر الكلام وبعدين بعض الناس تناقلوا الخبر أن بعض الناس يقولون وفي النهاية كان مصدرها رجل واحد يعني ولكن تناقلها بعض الناس. فكان المجموعة هؤلاء كانوا من بني أسد يعني قبيلة يقال لهم بني أسد وكان لهم مسجد في الكوفة وهو اللي صدر عنه يعني هذا الكلام. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما يعني قيل له يعني أن الناس يقولون عنك كذا وكأنك لا تحسن تصلي وأنك يعني لا تعدل وأنك لا تقسم بالسوية بينهم وكذا، فقال سعد: أما والله إني لأول من رمى بسهم في سبيل الله. قال: أما إني والله لأول من رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة. ليس لنا ذكر يعني كان يخرج في الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا سبعة وكذا، وإن كان من أول من أسلم وأول من رمى بسهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فداني بأبويه ولم يفد أحدا بأبويه سواي، قد فداك أبي وأمي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: قد ابن سعد فداك أبي وأمي. فذكر بعض أشياء عملها يعني ثم قال
ثم تأتي بنو أسد يعزي المنني على الإسلام، وبعدين يجي بنو أسد من آخر من أسلم ديني أن يتهمونني في ديني ويتهمونني في إسلامي، وأنا اللي كنت يعني من السابقين وفعلت كذا. فقال هذا الأمر يعني في معرض يعني دفاع عن نفسه في رد يعني ظلم من ظلم، ثم دعا على من ظلمه، قال اللهم إن كان قد قال هذا الرجل يعني قد قال ما قال رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفقر، أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفقر. وفي بعض الروايات وأعمى بصره، دعا عليه الله. فعمي الرجل وطال عمره وطال حتى تهدل حاجباه على عينيه من الكبر وافتقر، وكان يمشي يتغزل وهو يعني في هذه السن وكذا بالجوانب في البلد وكذا، وأنكر الناس عليه قد شيخ مفتون أصابتني دعوته سعدي رضي الله عنه. القصد يعني كذلك عثمان رضي الله عنه أيضا لما خرج عليه الخوارج اللي خرجوا عليه وحاصروا بيته وكذا، فأيضا إيه تكلم يعني عن بعض معاني من أخيه وأشهد الناس يعني، فقال أيكم يشهد أن أني جهزت جيش العسرة وأن موسى قد من جهز جيش العسرة فله الجنة، فقال كلنا يشهد يعني يشهد. وقال ما أيكم يشهد أني شريت بئر رومة من مالي فجعلتها وقفا على المسلمين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى بئر رومة فجعلها على المسلمين فله الجنة، وأني فعلت ذلك فشهد له ذلك. وظل يذكر بعض الأشياء التي عملها شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بها بالجنة وكذا، في سياق يعني أيضا الدفاع عن نفسها. في بعض المواطن يعني قد يعذر الإنسان إذا تكلم عن شيء صالح عمله وأسمع الناس فيه بغرض يعني بقصد صالح. فهناك يعني في إسرائيليات اللي يعني من ضمنها الشافعي مثلا رضي الله عنه كان يصلي الفجر بوضوء الشافعي، فلذلك يعني قضية مثلا الإكثار والشيء اللي الواحد ما ينام أو ما يعني هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، في حديث آخر إما لنفسك عليك حق وإما لجسمك عليك حق وإن لزوجك عليك حق فأعطيه له في حق، أو كما قال عسوس. الحقيقة يعني مسألة يعني بعض السلف مثلا نقل عنهم أنهم كانوا يصومون الدهر لا يفطرون إلا مثلا يوم العيد وأيام التشريق ويصومون الدهر. الحقيقة هذا الأمر يعني ورد عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من التابعين ومن الأئمة يعني مثل الإمام وكيع بن الجراح، يعني في قائمة كبيرة يعني عدها في كل عصر يعني ابتداء من عصر الصحابة كان يوجد يعني من يصوم الدهر لا يفطر إلا مثلا أيام العيد أيام التشريق، ومن يقوم الليل يعني كله مثلا أيضا إما دائما أو في بعض الأحيان. فوجد هذا يعني من فعل بعض السلف وكذا يذكر هذا يعني في عباداتهم، لكن دائما يعني اكمل الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. يعني هل هؤلاء ليسوا مثل الناس اللي هم تقلوا عباده النبي عليه الصلاه والسلام؟ هؤلاء يعني كان يعني اسمهم في انهم يعني تقلوا عباده النبي عليه الصلاه والسلام وظنوا انهم يفعلون شيئا احسن مما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن اذا الانسان مثلا يعني فعل مثل هؤلاء الصحابة أو التابعين والأئمة اللي قاموا الليل كله وصاموا على كل يعني الدهر كله ما عدا طبعا الأيام يحرم صومها أو كده، لكن يعني ليس في قلبه إلا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام واعتقاد أن هديه هو أكمل الهدي وأفضل الهدي، وأنه إن شاء الله لا إثم فيه يعني لا إثم فيه إن شاء الله ولا يضر يعني صاحبه.
لكن يظل دائما يعني الأكمل والأفضل هو أن يفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هو الصيام يعني قال خير الصيام صيام الليل، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر ولا يفر إلا لا، يعني الصوم لا يضعف بدنا. وبعدين اللي صوم الاثنين والخميس مع صيام رمضان هذا صيام ثلث الدهر، يعني العلماء يقولون هذا الصيام ثلث الدهر، لأن لو تحسبها يعني تلاقي يعني الاثنين والخميس هما يومين من الأسبوع سبعة أيام، فاثنين من السبعة يعني أقل من الثلث بشيء، وبعدين بيجي شهر رمضان بنصوم، فشهر رمضان مع أيام الاثنين والخميس لو تجمعها تلاقي ثلث أيام السنة. يصوم الاثنين والخميس هذا قد صام ثلث الدهر، خاصة إذا زاد على ذلك مثلا ثلاثة أيام من كل شهر، زاد مثلا يوم عشرة يوم عرفة يوم كذا، يعني زاد عن الثلث يعني. فهذا أكمل يعني الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا الإنسان يعني فعل هذا يكون أكمل من ما يصوم الدهر كله. وبالنسبة للقيام برضه كان الإنسان يقوم ثلث الليل عليه الصلاة والسلام، يعني كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، وقال خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه. ما المقصود بأيام التشريق؟ اللي هي يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، هي أيام التشريق، اللي هي أيام في العيد الكبير، يعني اليوم الثاني أيام العيد والثالث والرابع. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يومي العيد ونهى عن صيام أيام التشريق. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله يعني عندنا دروس إن شاء الله يوم في هذا المسجد يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله بعد صلاة العشاء. يوم الأحد في درس أيضا بس في مسجد قرن المعين، اللي يحب يحضر معنا إن شاء الله بعد العشاء. العشاء الآن بدأت تتأخر شوية عن السبعة.